صيدلية متخصصة في علاج السمنة والتغذية الاتنين مع بعض، تنزل الصيدلية تاخد كل حاجاتك اللي هي كهرباء قليل. تعالوا معايا الدكتور عماد، أنا في صفحتي وهو في صفحته، يعني هو ما شاء الله يعني حاجة تشرف بأمانة. وإحنا يعني كلنا أهوت هدفنا علاج السمنة في الوطن العربي كله، مش يعني يا ريت ننشر العلم ده في العالم كله. أنا عايز أقول لدكتور أحمد بجد من الناس المحترمه حبيبي، ربنا يكرمك، اللي انا بقعد اتفرج عليه وبتعلم حبيبي مني. حبيبي يا باشا، وبجد انسان متواضع، انسان محترم. انا يعني ان هو يشرفني ويجي في المكان ده، انا ده بجد مبروك عليك يا حبيبي، انت راجل مجتهد وكل مجتهد نصيب، وبجد والله مبروك عليك. وعلى فكره انا متابعه من زمان قوي حبيبي يا باشا، ده شرف والله العظيم ثلاثة ليا. وانا في الحته دي بقى الموبايل قطع والدكتور عماد عمال يتكلم، وانا قلت بقى اسجل الصوت فوق الكلام، مفيش حاجه غير كده عشان بس ما تملوش من كتر الفيديو. بس بصراحه هو صرح جميل. هنا دكتور عماد كان بيتكلم بيقول ان هو المريض لازم يخش في لايف ستايل، وهو بيتابعني من زمان وانا بتابعه، وهو راجل مجتهد والكل مجتهد نصيب. وطبعا بيصورنا حسام اللي بيطلع معايا في الفيديوهات مع الدكتور عماد. فطبعا هنا حسام بقى لازم قلت له ايه، يخش زوم، وانا كده كنت بقول عنوان الصيدليه فوق سموحه كايرو سيز مول، خش بقى زوم يا حسام. بص صوتك. يا جماعه، زيت الزيتون الجميل ودكتور احمد عبد الباري منورنا، بنتعلم منه. عندك دي الشوفان، دي جوز الهند، كل الحاجات اللي كربها قليل، الحاجات الاورجانيك، الحاجات اللي خل التفاح، التمر، العسل، يعني من الاخر مش هتتعب، هتيجي الصيدليه تاخد حاجه. انا بحب انوه عليها دايما في حلقاتي ان مفيش حاجه اسمها دايت لكل الناس، وكل مريض بيرسم الدايت على حسب حالته الصحيه. وانا مؤمن شخصيا ان لكل مرض لايف ستايل، ودي نقطه مهمه جدا. واكيد انت عارف ان الدايت بيترسم للشخص بالظبط، خلاص، وانك انت تلتزم بيه اكبر قدر ممكن، هو ده اللي هيخليك يمنع حاجه اسمها الريباوند اللي هو ارتجاع زياده الوزن. وافتكروا حاجه واحده بس، احنا جيناتنا عارفه والله العظيم جيناتنا بايظه، فالجينات بتاعتنا مش مؤهله للاكل الغني بالسكر والغني بالحلويات. فدايما انا منهجي مش سعرات، ده انا منهجي مش سعرات بس هو ليه؟ لان الجسم مش مركب موازين في معدتك لكل كالوريز داخل او كده، لكن هو بيتعامل جسمك بالهرمون بالظبط، دي حقيقه بالظبط. يعني هو بيطلع ايه عشان يفرز هرمون ايه ويروح يوصل ايه، وناكل الكارب للحصول على طاقه، وناكل البروتين عشان خاطر نعمل تخزين للعضلات، ولازم نروح نعمل رياضه ونرجع ناكل، قصه تانية كده. انا اخر كلمه عايز اقولها، انا فاكر يا دكتور احمد في الحياه جميل جدا، يعني احلى من بوجهات. حبيبي حبيبي حبيبي، شخصيه الدكتور احمد عسل 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 يا جماعه. حبيبي حبيبي يا باشا، تسلم تسلم.